كابتن حسين عبد الغني، مساء الخير يا كابتن. هلا والله اخوي تركي، مساك الله بالنور، امس عليك وعلى الساده المشاهدين والاخوان الموجودين عندنا. هلا والله ابو عمر، اليوم انت اتصلت علي أي. وقلت لي ابغى اعمل مداخله وابغى اتكلم كلام مهم للجمهور الرياضي. الهوى لك ابو عمر، اللي تبغى تقوله تفضل. طبعا اخوي تركي انا بس بوضح امور، يعني زي ما انت عارف يمكن في الفتره الاخيره للاسف يعني يمكن الموضوع حسين عبد الغني والمدرب زوران يمكن اخذ يعني ابعاد اكبر مما يتحمل يعني، وكل واحد قال رايه، وانا اتوقع انه حتى اللي في نفسه شيء اتكلم به وقال الشيء اللي في نفسه يعني، سواء بالسلب او بالايجاب، سواء كان لنقد بناء او لنقد مجرد انه هو ينتقد حسين عبد الغني او تصفيه حسابات مع حسين او ايا كان. فانا بس رسالتي للجمهور النصراوي انه النصر يمر بمرحله مهمه في الفتره هذه، عندنا مباراتين جدا مهمه تحدد مشوارنا في الدوري وتحدد منافستنا للدوري مع فريقين كبار الشباب وبعدها مع الهلال مباشره. فاتمنى انه بالفعل يعني انه الموضوع هذا انه خلاص انتهى الموضوع، انه يكون المصلحه والتفكير الان للنادي مو لحسين ولا لاي شخص. انا في الاخير انا يعني شخص مثلت نادي النصر وافتخر ان انا لعبت في نادي النصر، وشاكر للجماهير، وانا الان واليوم اقول يعني الجماهير النصراويه لها فضل علي ونادي النصر له فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى، وانا قلت هذا الشيء من اول يوم جيت في نادي النصر الى اليوم انا متمسك بالراي هذا. فانا اتمنى بالفعل انه يكون تفكيرنا وتركيزنا للفريق لا اكثر ولا اقل. انتهى الموضوع هذا، ونتمنى من النصراويين اللي يحبوا نادي النصر بصدق وبحب ويتمنوا النادي النصر انه هو يكون في القمه ويتمنوا ان النادي النصر يكون منافس على كل البطولات، ان يفكروا في الكلام اللي انا بقوله. بالفعل احنا الان في مرحله لا حسين ولا المدرب زوران ولا حتى رئيس النادي الامير فيصل بن تركي، النادي هو اللي باقي، كلنا احنا اشخاص وكلنا متحركين، الثابت اللي هو نادي النصر. انا اتمنى بالفعل يفكروا في الكلام هذا وتفكيرهم يكون للفريق، وانا عن نفسي ان شاء الله بكون اول الحاضرين في مباراه الشباب وفي مباراه الهلال ان شاء الله في المدرج، لانه في الاخير الفوز ينتسب لنا احنا كمنتمين لنادي النصر قبل ما يكون لاي شخص ثاني. طيب ابو عمر خليني انا يعني معلش لازم اسالك، يعني الخلاف مع زوران يعني هو كان نار تحت الرماد، في اليوم الاخير اللي صار الخلاف يعني خلاص ما عاد يعني ما عاد لا يستطيع البيت النصراوي ان يغطي هذه القضيه كما فعل في السابق او كما حاول ان يفعل في السابق. ايش اللي صار بالضبط ابو عمر؟ والله شوف اخوي، احنا 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 الان في مرحله ما اتوقع هذا يعني، انا يعني انت عارف طبعا اخوي تركي انه في شيء اسمه يعني زي ما يسموه اسرار المهنه، هذا سر من اسرار النادي، الاشياء اللي بتصير داخل النادي لازم تفضل داخل النادي بغض النظر، سواء بالذات الاشياء السلبيه لانها مضره للفريق اكثر ما تكون انه هي مفيده للفريق. انا عارف انه البعض بيقول من حق الاعلام ومن حق الجماهير انه تعرف الاشياء اللي تحصل في النادي، لكن في امور انها ما تظهر افضل من انه الواحد يتكلم فيها، وبالذات في الوقت هذا، بالذات في الوقت هذا الحساس للفريق. انا اليوم تقدمت بخطاب لرئيس النادي الامير فيصل وكتبت انه انا محتاج اجازه، والامير فيصل وافق عليه لظروف شخصيه، لانه بالفعل يعني يمكن مصلحه النادي الان ان انا ما اكون قريب من النادي، وانا اشوف انه هذا الشيء بالعكس يعني انا في الاخير قلت لك انا يهمني مصلحه نادي النصر ويهمني انه الفريق يحقق انجازات سواء بحسين او بغير حسين. فانا هذا التفكير الان، اما مساله انه احنا نخوض انه الاشياء اللي حصلت ما اتوقع انه احد يستفيد منها بقدر ما هي يعني تثير الفتنه او المشاكل اكثر، فانا احتفظ بصراحه بالاشياء اللي صارت في النادي لان هذا انا اعتبرها من اسرار النادي ومن حق اي احد انه هو يطلع عليها، لكن انا اتوقع الان اللي يهم جمهور نادي النصر، واتمنى بالفعل انه يكون للكل اعلاميين وجماهير ولاعبين وكل جهاز واعضاء شرف وكل الناس انه المصلحه والشيء المهم ان نادي النصر يكون في مستواه. النادي بيمر بمرحله الان تحدد مصيره في المنافسه، مباراتين صعبه مع منافسين صعبين، الفريق بيمشي من مباراه لمباراه، فريق قريب من انه يكون ان شاء الله باذن الله تعالى في نهايه الدور الاول انه هو يكون في الرياده، هذا نتوقع انه هو الاهم والمهم في الفتره هذه. طيب موضوع الاجازه المفتوحه اللي اليوم سمعناه انه انت اعطيت اجازه مفتوحه الى نهايه الموسم. لا هذا كلام، لا كلام ما كلام فاضي ما في اي شيء من الصحه. انا اليوم انا اللي رفعت خطاب للامير
فيصل وتكلمنا معه يعني انه ما عنده ظروف، والامير فيصل يعني وافق علينا. هذا هو هذا هو ما في الموضوع ولا بالعكس. الى متى طيب؟ الى متى؟ يعني انت ما حتحضر النادي الايام الجايه، الى متى؟ والله يا اخوي تركي مو مساله ان احضر النادي ولا ما احضر النادي، بالعكس هذا في الاخير هذا ناديه، وانا 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 ملتزم بعقد مع نادي النصر ومجبر بحضوري. انا عندي ظروف وحبيت ان انا ابتعد في الفتره هذه، لكن انا قلت لك انا مع الفريق. الى متى طيب؟ الى متى هذا الابتعاد؟ الين ما الفريق يعني الين الفريق ما يعدي خلينا نقول المرحله الحرجه اللي احنا فيها الان، المباراتين الصعبه هذه اللي الفريق موجود فيها. وفي الاخير انا قلت لك انا 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 يعني انا ممكن انا ممكن الان بقول هذا الكلام، ما تدري بكره ايش يصير، يعني اللي هي هذه كل شيء جايز، كل شيء متوقع في تعرف عالم كره القدم، كل شيء فيها متوقع. انت تعتقد انه انت وزوران ممكن الموضوع ينتهي بينكم، الخلاف هذا ينتهي في القريب العاجل؟ شوف سوء التفاهم او شيء ما بينه وبين زوران مثلا دم او شيء، يعني انه مستحيل انه هو ينحل او شيء، انه هذا في الاخير هو مدرب، هو مسؤول عن الامور الفنيه في النادي، وانا لاعب في نادي النصر. تتقبل قرارات زوران كابتن الفنيه؟ والله شوف انا اتقبل مو قرارات اي شخص مسؤول عني فنيا، انا اتقبل قراراته بالعكس، يعني القرارات الفنيه نحترمها جدا بالعكس، ولا عمري ناقشت انه انا بقول انه هو يلعبنا وما يلعبنا بالعكس، لكن انا بقول لك يعني كل الكلام في المواضيع هذه انا اتوقع انه مو في مصلحه النادي. طيب في الاعتزال ابو يعني عمر، في ناس تتحدث عن الاعتزال وفي ناس كثير تتكلم عن متى. والله شوف اخوي تركي، انا لما لعبت كره القدم، وانا يمكن قلت عندك هذا الكلام قبل العام والعام اللي قبله، وقلت لك مساله الاعتزال يحددها متى قدرتي على العطاء. انا الحمد لله يعني دخلت كره القدم وانا واقف على رجولي، وان شاء الله اني حطلع منها وانا واقف على رجولي ان شاء الله. لكن حكايه انه مثلا انه انا يعني انه انسحب او انه انا يعني خلينا نسميها الانسحاب بمعنى صح، لان هذا الشيء ما رضى على نفسي طبعا نهائيا، لكن في الاخير الاعتزال هذا شيء لابد منه، يعني هذا الشيء يعني زي ما بيقولوا الشر لابد منه، انه في الاخير كل بدايه ولها نهايه، يعني ما فيها الدوام لله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء لسه انا ما فكرت فيه ولا يعني ما مو في بالي الان. انا اللي في بالي الان او الرساله اللي انا بوجهها اخوي تركي وطلب اليوم ان انا اصير معك المداخله لهذه النقطه تحديدا، انه الناس او جماهير نادي النصر يجب عليها انها تلتف حول النادي، دعم النادي، دعم المدرب، دعم اللاعبين، دعم الجهاز اعضاء الشرف، الكل لازم يلتف على النادي في المرحله هذه. اما حكايه انه مثلا انه نشغل الفريق او نتكلم في امور ثانويه تعتبر، اوكي حصلت مشكله بين اللاعب والمدرب، المدرب ما يحتاج اللاعب في المرحله هذه، هذا من حق المدرب وانتهى الموضوع خلاص. لكن التفكير الاهم للنادي، لانه اللي حيبقى واللي حيحفظ التاريخ في النادي هل حقق بطوله او لا. جاتك عروض يا كابتن في الايام اللي راحت؟ والله تعرفني انا ما من الناس اللي ما مستحيل مستحيل مستحيل، انا مرتبط بعقد مع نادي النصر، مستحيل يعني لو جاني من يعني من اي نادي مستحيل انه انا افكر اي تفكير، لانه انا اعتبرها هذه خيانه. في نظري انا ممكن غيري يقول لي لا هذا الاحتراف، بس انا بالنسبه لي خيانه، لان انا ملتزم بعقد مع نادي النصر، وقلت لك نادي النصر لهم دين كبير، واتمنى ان انا اوفي له جزء بسيط منه، هذا هو. لكن اني انا بمجرد ان تصير اي سوء تفاهم وانا ادور لعقد او ادور لعرض ثاني، انا في وجهه نظري اعتبرها خيانه لنادي النصر. حتتواجد في المباريات الجايه في الملعب؟ باذن الله تعالى لو ربنا اراد اني حكون اول المتواجدين ان شاء الله لدعم الفريق في مباراه الشباب وفي مباراه الهلال في المدرج. مو للدعايه ولا شيء، لكن في الاخير انا قلت لك في الاخير الفرحه لنا احنا كلاعبين، كجماهير، كجهاز فني، كجهاز اداري، كاعضاء شرف، في الاخير اللي حيكسب مو حسين ولا اللي حيكسب نادي النصر، والبطوله حتنحسب باسامينا. فانا بالعكس حكون اول الداعمين ان شاء الله باذن الله تعالى من خلال المدرج لزملاء اللاعبين ان شاء الله في المباراه القادمه. كابتن حسين عبد الغني كابتن نادي النصر، شكرا جزيلا لك، خصيت برنامج كوره بهذا التصريح في اول تعليق بعد الخلافات الاخيره اللي حدثت بينه وبين المدرب.